اتأخرتي ليا ما خضتيني عليك. اللي حصل خشي. قلقتيني عليكي يا امي. خالتي سعديه قالت لي انك نسيتي البوكي في الجامع. لقيته وسابه الباب مفتوح ليه؟ دي البنت سعاد كانت قاعده معايا ونسيت تقفله وهي ماشيه. ايه ده يا امي اللي في الكيش؟ الكيش ده على شويه خضره. خشي نامي مش مكفيكي سهر. يلا اديني داخله اهو. صباح على خير. انتي من اهلك. جوزة عم يا بيه عبد الباسط من الطبلاوي معايا السوديس. جوزة عم عبد الباسط من الطبلاوي. أجزاء السيرة. أجزاء السيرة. أجزاء السيرة يا بي. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك مش 10 ولا. لا يا أخويا أنا بشتغل. حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمّا بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. وعايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه ومين اغسلنا فوخه. صورة الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مرة تضرب حد بالنار. وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخويا لحسن من سهد الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت وهيبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. بيشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتسعى بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى. انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ليه؟ في حاجة؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل أول شهر والنهارده أول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن. ما دفعناش الفاتورة. بكرة هدفعها. كل يوم تقولي بكرة وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعدية. أقول لك قومي روحي لبنتك نادية. أروح أعمل لها إيه؟ قطيعة تقطعها هي وجوزها. هتبش رجلك. ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق. انا هقوم امشي رجليا واروح لك. ده ابني كلب ما عندوش احساس. وادي دجنه هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ازيك يا بشار؟ اهلا ياما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتت. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا منوره. حمادتك بتحب تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه اتضايق. انا جايه اتخلى تليفون اخوكي وجايه اكلي معايا. يا ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال.
ما هي ماما ست بوش واحدة، أمال أبويا بيقول عليها بوشين ليه؟ أنا بوشين أنا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وأنت ما عندكش ذنب. ده أبوك قال كده يا واد يا كذاب؟ أيوه يا أما وأنت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وأنت ساكت. أجيب لك شوية دقايق يا أما؟ لا يا أختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا أغور من هنا. قومي يا بنت أنت وهو، قوموا. بالمال أنا ما عملت حاجة. أبو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا. لسه محرج عليك الدين انت وعيالك؟ ياما بقى طلعيه من دماغك بقى ياما. مش قادره ادي عليه عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو؟ ايوه يا حبيبي. سوري ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده؟ الو؟ بتتكلم خواجاتي. الو؟ سوري اللي سوري سوري ده ليه يا مرات عادل ياما؟ قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو 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 مالك ياما؟ لا ليا بخت لا في وهاد ولا في بيت. تلاقي عادل مشغول ياما انت عارفاه؟ دي مكالمة في الشهر وأنا داخلة على 14 بس ما عدتش حس. الواد خلاص نسيه. ياما ما تقوليش كده، عادل عمره ما هينساكي. هو أنا نصيبي كده؟ أبوكي قال إنه مش هتصل، أنا اللي ما صدقتوش. القصد أما أقوم أمشي. ماشية رايحة فين؟ خليكي قاعدة معايا والنبي يا أمي. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب أجي أوصلك؟ لا يا أختي خليكي قاعدة مع عيالك. بكرة إجبار وتشحتي الساعة اللي هتقعديها معايا. ما تعرفوش في الاكل؟ حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياه، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليا قومي، ده هيقتتنا على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. هما خلاص هيورثوني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال، مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيب الواد بقى لحسن الواد ده اكتر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا، بينزلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه، لحق ينساها بالليل، طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال، اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت أنا مخنوق وماليش نفس وعايز أخرج. ومال؟ أخرج يا أخويا أخرج. خد امسك يا خد امسك يا امسك عادل يا ولد. أهو عادل يا معلمي. اظبط نفسك. السلام عليكم. الله، انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا صاحبك جالك، الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي، ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يالا. ليه كده بس يابا؟ ده ابوه لسه طرده. بتضحك معاك شويه، اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. خد يالا. ها بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح، فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا. يلا يلا ماشي. الله يا جماعه. ابعد عني بسرعه. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكليه. يلا ابعد. اخواني احنا اطباء العلاج الطبيعي، مهما حاولوا يفردوا علينا وصاياهم. يا جماعه اللي خايف او مش مقتنع بنحاول يروح. معتصمون 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 معتصمون.
صح فين؟ هيك هات يا عم، مش قال الشغل ده كله لوحدك؟ امال حفظي فين؟ عامل فيها اخوكي وذكر عجينه يا كيمو. خد اخويا خلص الشغل ده. حاضر يا كيمو. بسرعه النبع عجينه. حاضر يا كيمو. ما تقعد ايه؟ هجيب لك حاجه ساقعه؟ لا ساقعه ولا سخنه يا اخويا، بعد عني شويه، انت مالك لازق فيها كده ليه؟ الناس واخده بالها. ريت امتى بقى نقعد انا وانت في حته لوحدنا كده ما حدش يبص علينا؟ لما تكون نفسك يا اخويا وتشتري شقه. ما انا قلت لك كذا مره قبل كده تعالى نتلم انا وانت في بيت ابويا وانت اللي ما فضيتيش. تغرزني في الحاره تانية يا كريم؟ انا خلاص زهقت عايز اغور من هنا. ما الحب حب يا بنت، الحب مليان تضحيه. شبعت يا اخويا تضحيه، انا خلاص زهقت عايز اشم ريحه نظيفه. كرهت ريحه الفرن والبوريك وريحه الحاره. يا بنت يا بنت حته صغيره قالت لي منى، اسمعي كلامي بقى ما تتبطريش على النعمه. يا بنت بقى ابعد شويه. متفكي بقى. يا علينا معلش يا كيمو بقى شويه كده وانا هديلك الشغل لحد البيت قبل. ماشي حاضر يا كيمو. ده حتى عجينه مش تلاقي شفنا مع بعض، تقول لي عش صغير؟ خليك انت يا اخويا في العش صغير لحد ما تموت. سلام سلام. يا صلاح احنا بندافع عن حقوقنا. حقوق ايه؟ فاهميني. انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره، مين اللي قال غير كده؟ لا في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه لقسم الطب الطبيعي. نازل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض ولا انا اجري المك من الاقسام؟ ما تخافش عليا يا صلاح. انا مش خايف عليك، انا خايف على نفسي وعلى امك زي ما قلت لك، لو حصل لها حاجه وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي يلا قومي، وحسك عينك اشوفك في مظاهرات. قومي. شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. امي يا واد امي منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره، تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك. يا رب. فتحي ملك يا اخويا، ملك يا اخويا فيك ايه؟ تعبان يا سناء مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي، قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء، سكاكين بتقطع في ظهري. حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه تاع الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعه للمدمنين ب 40 جنيه هيدهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم، بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني، أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا اتسند عليا. يا رب. قفلنا يالا.
زق عجلك بدل ما اخرج الطاشه. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حتى بالمؤاخذه ما قلنا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل يا مولانا. اتفضل. اتفضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا يكون في حاجه. لا ابدا سلامتك يا ابو سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا. اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله. أنا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طراوة. أيوه. عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 لا، عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عندك يهرك كبد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكل على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد خلي الناس تتوقع. ما بلاش. بلاش، لا العيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامه يعني ولا حاجه كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطيه، انا فاهم كل حاجه، اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجاله. دي اللي جابك هنا؟ عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شافلي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بستعبل. جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي؟ انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. امسكي امسكي، ادي 20 جنيه ايه؟ يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت؟ انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالك، انا هولع في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا يا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك. يا بنت امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان. يلا 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 يلا. ازيك يا عم بركه؟ يا جمال ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابة عصابة يا ولد. هادي يا بيتا، مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحة، الدنيا ملبشة اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب بيشوف خفية عشان القرف اللي مرمي على الأرض ده. ومين دول عصابة يا ابني؟ الولد جمال بيسفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو؟ يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ ايه؟ غير ماتش؟
تعال للشيف شينج. خش على ميسي العمر ما يتنس. يلا بابا ما تشرب الشاي. عشر بابا انا هجيب النهارده الكمبيوتر. بتجيب حد عايشك؟ بيطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العالة؟ هجيب لك انا قبل. عصابة. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شوية شراب بسترزق بيه. وبعدين خلاص جت عليا أنا. ده أنا بجري على يتامى. بس يا بت. صلاح. يا باشا. شوف لك سالفة في المحضر ده وأنا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص أنت يوسف روح وأنا خلاص المحضر. ماشي. اسمك إيه؟ منى عباس أحمد. منى إيه؟ عباس أحمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورته. طب بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيك من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد. اعمل لي شويه على 11 كده في نقلة رد. صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقلة وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. امال مين اللي يرفع الرد؟ انا هبعت لك قايلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقلة. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربية الزبالة دي ونشوف لنا حتة عربية أجرة كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوة بس أنت ركز معايا. الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو. أه صبوحة. أيوة عبد الله الحنون بيتعمل قوي. معرفش أنا مالها الكلب هيخلص. أنا بيجيني في ألو. آه. خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. رح بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. آه. قومي ياما البسي. مش قادرة. قومي البسي يا عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. قومي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. احنا جوالك بس ما انت كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اه. اعمل لك حاجة تاكليها؟ مش نفس. قوم يا يا لهوي. اه طب البسي يا اه البسي اه الحقيقه اه البسي يا ام. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني يا ام وانا داخله بالحمام. وانا بتدخل بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش يا ام. امري لله. استني سند احمر احمر. يلا يا بنت البسي يا ام. اه امري لله. يلا يلا. اه ولا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي لاقي المحمر والمشمر والطبيخ.
قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجة. طب وانتي بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطة، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصارة، اطبخي يا جارية منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاك ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصة في الراحة وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا ايه ده؟ خلاص قلعت الاسود يا ست سامية؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل، هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني محدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربة. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاك. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه معداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل ان كنت اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بق بكلمة الا بعد الاربعين، حسب وصية ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قالك استنى الاربعين؟ قال لي روحي ساليه. ماشي يا سيد، نستنى الاربعين، اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقة والساعة والثانية. اسم الله عليك، فوتوكوا بعافية. الله يعافيكي. روحي تتغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. هعزمك في بيت ابوكي، انت اللي قلبك كله سواد. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختي. مع السلامة يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حجه. يا سلام، التريق يا اخويا التريق. صفيه عامله ايه؟ بعيد عني جمه، الكاب بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا، عندها واحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. الاسود الابيض اهم اهم. اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش انا سايبك، ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد؟ انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكرة. هيكونوا عندك بكرة وفوقيهم بوسة. بوسة؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو، اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه يا امه؟ في ايه يا جدع؟ ده مفيش. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ قلت لك مفيش حاجة يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطق. انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاسم. ده مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل.
اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعملك شاي. لا شاي ولا حاجة. الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن. اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. صورة أبوي.